السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة كتابات، ونقرأ منها مقالا للكاتب أحمد الربيعي بعنوان مجالس المحافظات إشكالية قانونية وانتخابات غير شرعية. يقول الكاتب هناك الكثير من الإشكالات التي تم تأشيرها وتشخيصها في قانون مجالس المحافظات، ولا أعتقد أن المشرع العراقي ببعيد عن هذه الإشكالات، غير أن الإرادة السياسية والمحاصصة التي تم تأسيس الدولة العراقية عليها بعد عام 2003 لا تعير أي الغطاء أو الغطاء القانوني أي اهتمام، والاهتمام ينصب بشكل الأساس على المحاصصة وتقاسم الكعكة والسعي الحثيث لإيجاد أي مبرر لسرقة ما يمكن من أموال وثروات الشعب العراقي. حول شرعية الانتخابات، حيث إنما بني على باطل فهو باطل، إذن أي أمر يتعلق بهذه المجالس والتي تعتبر كحلقة زائدة في النظام الهيكلي للدولة العراقية ولا حاجة لهذا التشكيل؟ نعم، تقول لي إن الدولة المتقدمة والأوروبية يوجد فيها نظام مجالس المحافظات واللامركزية؟ نعم، موجود في هذه الدول، ولكن الإشكالية التي تغفل عنها هي أن هذه الدول كانت مقسمة من الأصل وتم توحيدها ضمن نظام فيدرالي أو كونفدرالي، ولذا فهي بحاجة إلى أنظمة شبه مستقلة عن المركز من الناحية الإدارية والمالية. وإلى صحيفة الإنديبندنت، ونقرأ منها مقالاً بعنوان العراق بين حشدين، حسابات ومحاسبات إيرانية. يقول الكاتب لم يكن الكلام الصادر عن زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي تعليقا على الضربات الأمريكية ضد قوات الحشد الشعبي كلاما عابرا، عندما تساءل عن الدقة الأمريكية في اختيار الهدف الإيراني كي لا يقع أي قتيل إيراني على الرغم من وجود خسائر أمريكية، ولا يعيرون أهمية للدم العراقي على الرغم من عدم وجود خسائر لهم. فهو كلام يحمل كثيراً من الرسائل والمؤشرات إلى تصاعد الخلافات بين أجنحة من فصائل العراقية مع الراعي الإيراني من جهة، وعلى تنامي حدة الخلافات داخل هذه الفصائل وفيما بينها على المستوى الداخلي العراقي من جهة أخرى، ما يؤسس لظهور مفهوم جديد في الخطاب السياسي بين هذه الجماعات يميز بين حشد السلطة وحشد المقاومة بحسب الكاتب. الجزئية التي تحدث فيها الخزعلي عن الضربات الأمريكية التي تستهدف قواعد إيرانية فارغة وعدم سقوط خسائر إيرانية فيها في مقابل تلك الضربات التي تستهدف قواعد ومقر الحشد الشعبي التي لا توفر فيها واشنطن فرصة لإلحاق الخسائر في الفصائل العراقية، تستدعي كثيراً من التريث أمامها والتدقيق في أبعادها ودلالاتها التي لا يمكن حصرها بما يجري على الساحة الداخلية العراقية والصراعات السياسية بين القوى السياسية، بخاصة داخل الإطار التنسيقي، أو حصول تحول حتى في العلاقة بين هذه الفصائل والراعي الإيراني، قد يؤسس في حال وجوده إلى مسار جديد من التعامل بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة. والخزعلي الذي يعتبر الطرف الأكثر تشدداً في دعم حكومة محمد الشياع السوداني والجهة التي تمسكت بترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة والسلطة التنفيذية، يتهم بأنه الجهة الأكثر استفادة في هذه الحكومة، وأنه عمل في مقابل هذا الدعم على توسيع حصته في مؤسسات الدولة إلى الحد الذي دفع مؤيدين له إلى وضع الخطوة التي قامت بها فصائل الحشد المقاوم في إطار الانتقام من العصائب ومن زعيمها على خلفية الصراع على تولي المناصب الأمنية وبخاصة جهازي الأمن الوطني والاستخبارات. ونقرأ مقالا في موقع مجلة الجاردين العراقية للكاتب نزار العوسجي بعنوان تأثير العطل الرسمية على العراق.
ليس سرا على أي مطلع أن عدد أسابيع السنة تبلغ 52 أسبوعا. بهذا فإن عدد أيام العطل الأسبوعية الثابتة الجمعة والسبت، والتي تعد عطلة لمعظم الموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية، تبلغ 104 أيام، ما عدا العطل الرسمية الأخرى في العراق الجديد والتي يتجاوز عددها 100 يوم في العام، الأمر الذي يدفع المراقبين للتحذير من المنزلق الخطير والمأساوي الذي نذهب إليه، وإلى انتقاد أيام العطل الكثيرة تلك التي تسهم في خسائر كبيرة وفي تأخير شؤون عديدة في البلاد. وترتبط أيام العطل العراقية بمعظمها بوقائع تاريخية ودينية ومذهبية، الكثير منها بل أغلبها مستحدثة ومبتكرة، مع العلم أنها لم تكن تتجاوز 16 يوماً قبل الاحتلال عام 2003. هؤلاء هم عناصر تابعة لأحزاب سياسية وجدت أن تحديد العطل الرسمية تثير الحساسية حول عطل تتعلق بمناسبات خلافية أو مثيرة للجدال، متجاهلين جميع المؤشرات التي تشير إلى أن العراق بات الدولة الأولى عالمياً في عدد العطل الرسمية، الأمر الذي يؤثر سلباً على الإنجاز الوظيفي إلى جانب الحالة الاقتصادية وتقدم البلاد، وأن قانون العطل يضم 12 عطلة رسمية مهمة فقط. لا يدرك هؤلاء الجهالة إن ما تبقى من أيام العمل الفعلي خلال السنة الواحدة في العراق الديمقراطي بات يعد على أصابع اليد، فقد بلغ 161 يوماً خلال العام فقط، إلى جانب التقاعس عن أداء الواجبات الموكلة للموظفين بمختلف مسمياتهم، بالإضافة إلى الترهل الوظيفي والتعيين خارج الضوابط، في حين إن ما يسمى بالمسؤولين عن إدارة الدولة غير آبهين لما آل إليه الوضع المأساوي في العراق، أو بالأحرى غير مبالين بحاضر ومستقبل الشعب والأجيال القادمة. وهذا ما تطمح إليه دول الجوار الإقليمي وفي مقدمتها جارة السوء إيران الشر، كيف لا وهي التي تسعى إلى قتل الصناعة والزراعة والصحة لكي تخلو لها الساحة في تشغيل مصانعها وتصدير منتجاتها وإنعاش اقتصادها على حساب العراق وشعبه. وإلى صحيفة الشرق الأوسط ومقال الكاتب أياد أبو شقرة حول الثقافة السياسية الغربية والتي أتيح لكثيرين منا عيشها والتمتع بحسناتها، وهي ليست مثالية بالمطلق كما ظننا من منطلق إعجابنا وأحيانا انبهارنا بها. بحسب الكاتب الذي يضيف قائلا، وهي أي الحضارة الغربية، إن بدت في الظروف العادية حضارة وراقية ومتسامحة، فإنها عندما تتأزم المشكلات ويتصاعد العداء تخلق عنها كل أثواب الحضارة والرقي والتسامح. وهذا بالضبط ما نراه اليوم، ليس في الفضاء التي ترتكب ضد المدنيين والمستشفيات والمدارس ودور العبادة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط، بل يظهر صادماً وفاقعاً في التضييق الحكومي على حرية التعبير عن الرأي في الجامعات الأمريكية ووسائل الإعلام البريطانية، وكذلك الابتزاز بالمقاطعة الإعلانية التي تمارس بلا خجل من أجل كم الأفواه وخنق أصوات الاعتراض. في تحد غير مسبوق للرأي العام العالمي وفئة كبيرة من الرأي العام الأمريكي، أصرت واشنطن على استخدام حق النقد الفيتو أمام تفاقم الكارثة الإنسانية بعدما قارب عدد القتلى 18,000 قتيل خلال شهرين. وجاء في تبرير مندوب واشنطن هذا الفيتو ضد المشروع العربي القائم على اعتبارات إنسانية بحتة أنه غير متوازن سياسياً لكونه لا يدين حماس وبالتالي يؤسس لحرب مقبلة. في أي حال، لئن كانت ذريعة المندوب الأمريكي تشكل إهانة لذكاء كل مستمع إليها، فإنها تظل أرحم بكثير من كلام جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، الذي قال بالأمس للمراسلين الإعلاميين من دون أن يرف له جفن: أتحداكم أن تسموا لي دولة واحدة، أي دولة تفعل ما تفعله الولايات المتحدة لتخفيف الآلام والمعاناة في غزة،
بعد كل هذا، هل تبقى حاجة إلى الناطقين الرسميين والإعلام المسؤول واحترام المنطق؟ ناهيكم من الإنسانية والشرعية الدولية. ومن موقع الجزيرة نت نقرأ مقالا بعنوان الإنسانية تفشل في غزة للكاتب باسم نعيم. مضى أكثر من شهرين على العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، وما زال العدو مصرا على تحقيق أهدافه التي أعلنها منذ اليوم الأول، وهي تحطيم حركة حماس واسترجاع الرهائن الموجودين في قطاع غزة وطرد سكان القطاع إلى سيناء. ولم يقدم نتنياهو وحكومته العنصرية أي دليل على تحقيق أي من هذه الأهداف الثلاثة، فحتى اللحظة ما زلنا نرى مشاهد مصورة للأداء البطولي للمقاومة. بالمقابل، ماذا حقق نتنياهو ومجلس حربه حتى الآن؟ لقد قتل وجرح أو قتل أو جرح عشرات الآلاف، معظمهم من النساء والأطفال، ودمرت مئات الآلاف من المنازل، ودمرت المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس، وكذلك دمرت البنية التحتية، وكل سبب لاستمرار الحياة في القطاع، وكل ما سبق ليس إلا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا تنطبق عليها كل شروط الإبادة الجماعية. لن يحقق نتنياهو أي من أهدافه المعلنة، وسيرجع إلى مقر الكرياه يجر أذيال الهزيمة والخزي والعار، والأهم أنه لن يفلت ومجلس حربه من العقاب. المعركة انتهت في اليوم الأول الذي بدأت فيه 7 أكتوبر المجيد، وحقق شعبنا الفلسطيني انتصاراً استراتيجياً على طريق التحرير رغم كل الأثمان العالية التي دفعناها وسندفعها على هذه الطريق. سيبقى هذا العجز عاراً يلاحق البشرية لعقود. لا أعرف كيف ستطلب المؤسسات الدولية أو الدول من أي دولة في حال اندلاع صراع أو حرب بعد اليوم احترام القانون الإنساني الدولي والالتزام بمعاييره، خاصة إذا أفلت المجرمون من العقاب. لعله ما زالت هناك فرصة ضئيلة أمامنا جميعاً للعمل من أجل رفع الحصار فوراً وإنقاذ حياة ملايين من البشر، معظمهم من النساء والأطفال. لعلنا نمحو هذا العار الذي سيلاحق البشرية لأجيال. والآن مشاهدين إلى صفحات الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. حملات المقاطعة الشعبية تطارد الاحتلال وداعميه،
تتواصل حملات مقاطعة إسرائيل وداعميها حول العالم بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا تكتفي بفضح الداعمين التجاريين بل تدعو إلى سحب الاستثمارات من إسرائيل والتوقف عن العمل في المستوطنات أو شراء المنتجات القادمة منها. وتستهدف الحملات تكبيد الشركات الداعمة للاحتلال خسائر باهظة، وهي تشهد مشاركة واسعة من الحركات الطلابية والعمالية، فضلاً عن المنظمات الحقوقية ومؤسسات حقوق الأقليات. وبينما تركز الحملات على شركات الأطعمة والمشروبات والتسوق الشهيرة، خصوصاً الأمريكية والأوروبية مثل ستاربكس وماكدونالدز وبرجر كينج وكارفور، إلا أنها تستهدف أيضاً شركات تصنيع الأسلحة، كما تركز أيضاً على شركات التقنية ومن أبرزها هوليت باكارد الأمريكية. وتدعو حملات المقاطعة إلى الامتناع عن التواصل مع المؤسسات الثقافية الإسرائيلية والامتناع عن العمل مع جامعات الاحتلال، وتحث الفنانين والمشاهير على عدم زيارة إسرائيل. وأقنعت حملة المقاطعة سابقاً العديد من الشركات البارزة الاتصالات، من أشهرها شركة الفرنسية أورنج، كما دفعت شركة سودا ستريم البريطانية إلى إغلاق مصنعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. بلا ماء ولا كهرباء ولا وقود ولا اتصالات تعيش غزة، فشريان الحياة الذي كان يغذي سكان القطاع قطعته إسرائيل رداً على الهجوم الذي شنته عليها حركة حماس. ووسط هذه العقوبات تتزايد التساؤلات في شأن طبيعة قطاع غزة، وكيف يعيش ساكنوه، وكيف تعمل معابره ومرافقه الطبية والتعليمية، وكيف تسير أعماله تحت حكم حماس، وعلى ماذا يعتمد اقتصاد غزة المحاصرة. باختصار إليكم التفاصيل. يعيش في غزة نحو 2,230,000 شخص، نصفهم أطفال، بينما يشكل السكان دون سن 15 40% من إجمالي أهالي القطاع. يتوزع هؤلاء على مساحة تقدر ب 365 كيلومترا مربعا، وإذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الحصار كلف اقتصاد الأراضي الفلسطينية نحو 17 مليار دولار على قرابة عقد من الزمن. فما وضع اقتصاد غزة اليوم وكيف يعمل؟ تصدر غزة بضائع من قطاعات مختلفة بما قيمته 134 مليون دولار سنوياً، ينتج غالبيتها القطاع الزراعي. ومع إغلاق إسرائيل تصدير البضائع من القطاع بسبب الحرب، فإن ذلك يؤدي إلى تدهور الحالة الاقتصادية بشكل كبير. أما أهالي غزة فهم محرومون من الخروج إلا بإذن، ويعانون الأمرين وسط حال التدهور الاجتماعي والاقتصادي، إذ يعتمد نحو 80% منهم على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة. أما قطاعات المياه والكهرباء والاتصالات فتسيطر عليها إسرائيل، ولا تمتلك غزة إلا محطة كهرباء قديمة واحدة قصفها الجيش الإسرائيلي عام 2006، وتتوافر فيها المياه الجوفية، لكن كثيرا من الأبار دمرت وترتفع فيها نسبة التلوث والملوحة، ولم تعد 90% من المياه الجوفية صالحة للشرب. وبالنسبة إلى المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومواد البناء فتأتي من مصر وإسرائيل. كان تنقل الأفراد والبضائع من وإلى غزة يحدث عبر 6 معابر، وهي بيت حانون وكارني وناح العوز وكرم أبو سالم ومعبر صوفيا على الحدود مع إسرائيل، إضافة إلى معبر رفح على الحدود مع مصر. وبعد الحصار أغلقت جميع المعابر ما عدا معبري رفح وبيت حانون اللذين خصصا لتنقل الأفراد، ومعبر كرم أبو سالم المخصص للبضائع وهو مغلق حاليا. ويعاني نظام الرعاية الصحية أزمات عدة، منها النقص المزمن في المستلزمات الطبية والأدوية، وهناك 35 مستشفى في غزة، 13 منها مجهزة للعمل لكنها تعاني نقصا شديدا في عدد الأسرة، وهي أقل بكثير من أعداد الجرحى وهم بالآلاف. أما قطاع التعليم فكغيره من القطاعات يعاني ضغوطا كبيرة، وتقول الأمم المتحدة التي تدير كثيرا من المدارس إن هناك حاجة إلى بناء 440 مدرسة إضافية لاستيعاب زيادة المتوقعة في السكان. ويبدو أن وضع القطاع بشكل عام متجه نحو مزيد من التدهور، لا سيما وأن إسرائيل تتحدث عن حرب طويلة وصعبة.
وبهذا تنتهي فقرات صدى الأقلام لهذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.